السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو هذا غادي ندير واحد زياره لعياده الصديق ديالي. بصراحه ما عرفاش فين جات، هذه اول مره غادي نزورو. منا غادي نعرف المكان ديالو فين جا، ومنا نعرف نوع الانشطه اللي كيزاول داخل العياده ديالو. فغادي نشارك معكم كاع الحوايج اللي عنده، باش كومسا الا هماتكم شي حاجه فما تبخلوش انكم تزوروه. قبل ما ننسى، الا مازال ما اشتركتوش معايا في القناه، دخلوا ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا بسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. للاسف ما قدرتش نصور حيت كانوا عنده ناس بزاف، وكانت عنده الخدمه بزاف والتزامات، لكن كنوعدكم انني ملي نرجع عنده في الفتره المقبله غادي ندير لكم جوله داخل العياده ديالو باش تعرفوا على المنتوجات الاكثر من رائعه اللي عنده. هي منتوجات ماشي ديال المغرب وانما تاع لا برا. المهم باختصار شديد غادي نقول لكم شنو دار بيني وبينه. شحال هذه كنت هضرت معاه على حسب الشعر ديالي. المهم قال لي هذه هي الفرصه، جيتي عندي انا نشوف لك الشعر ديالك. ملي شافولي قال لي واش سبق يعني واش سبق لي جاتك القشره؟ قلت له اه، خصوصا ملي كنت كنستعمل كادون. قال لي ودي راه عندك التهاب، وعطاني واحد الشامبوان انا غادي نوريه لكم الان. اجيو معايا. عطاني هاد الشامبوان هذا الاكليل مسمي بخلاصة صبار والقراص ضد التساقط والقشرة. هذا خديته من عنده بخمسين درهم. قال لي غادي تستعملو لمدة 10 أيام ومن بعد درجع لعندي باش نشوف لك الشعر ديالك كيف ولا. هضرت معها ايضا بخصوص يعني الشعر الزائد. قلت له انا زعما ما بغيتش ندير الليزر، واش عندك شي كريم او لا عندك شي حل او شيء من هذا القبيل؟ فاعطاني هذا الكريم هذا مزيل الشعر، خديته من عنده ب40 درهم، وهذا بخصوص البشره الحساسه، وعنده البشره العاديه بالبيض والخضر. قال لي فقط يكفي انك دهنا وتستنى لمدة 5 حتى 20 دقيقة ومن بعد تزولوا بالماء، وقال لي ديك الساعة ورد عليا الخبر. انا المهم ما نقدرش نشارك معكم النتائج حتى نقيس ونجرب، وديك الساعة غادي نعمل لكم فيديو اخر باش نهضر لكم فيه على النتائج اللي حصلت عليها انطلاقا من استعمالي لهاد المواد هذه. الوغ بالنسبه للمركز ديالو فين جا هنايا في تطوان، 22 شارع جبل كولتي حومه طنجاوة. عنده مركز اخر في المضيق، 15 شارع ابن رشد فم العليق. مركز اخر ايضا في مدينه طنجة، 24 زنقه 4 الدريسيه قرب مسجد القاضي عياد. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، من هذا المنبر هذا كنقول لك صديقي العزيز والغالي اشرف الكردي اعانك الله ووفقك. قبل ما نختموا هذا الفيديو هذا، كل هذه المعلومات بالارقام ديال ايتو غادي نخليها لكم متابعي الكرام في لاباغ دانفو. بالنسبه للاسم ديال المركز هو بيت الصحه والرشاقه للعنايه بالشعر والبشره والجسم. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ديروا له لايك او ديزلايك، ما تنساوش تشاركوه مع احبابكم واصدقائكم وكاع الناس اللي كتبغيو. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.